السلام عليكم خياتي هزلفنا، كنت نبدأ الفيديو كما العادة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. هزلفنا كنت تي حداي، مرحبا سي كنت الله شنيو، مرحبا سي ديلان، مرحبا سي ديلان، أكن كنت قرايا التي كلت وراكم تصلى فيديو تجدر فصوا سيد الجمعة، جمعة مباركة إن شاء الله. دي سي دعاكم تدخل معاكي كيني شطح لا روتين صبحية كيني مي وفي عيون ميساجي الانستغرام شو شحال يقول سميتي تشكي عفقا جانايا مي جانايا مي لا بارطاجي اشي كي كي شو كي تعيشي راه كلي قلت حدايين اي تفكنت على راين سنت وي تفكنت يمكن قرانا كنيا واجن سنت تفكنت التجربه سنت شو ساعدت نيت انت انا غا كي كيني كي كي النصيحه فوالا قبل فيه كي ديما تقالوا تروحوا مثلا بعيد تسوي مثلا سلايك كومونتي على عجي ومن بعد ني راك كنت تروح غاني قاد تخدم تخدم لا فيديو ني راح تكون ماشي غاني قال روتيني ونورمال وغاني راس والله هذا راح تخدم فيديو في لا فيديو اسنتي ديني حدايا اسنتي الدنيا شو الدنيا دوك لي ان شاء الله يا ربي متفكنتوك راي نسنت وان شاء الله يا ربي ياك متقانا كيني كيما متفكنتي كيني شطح وفوس المعاونه غنغو زري غالا فاصون ان كنت تفكي رايي كون مثلا داني لي كومونتير راه مدار راي نكون تفكمت داك كيني النصيحه ما الا واجب عادي يسني حرج شو غاجي كيوكلي خاصة غدي يعاون يستهزايا شغل تيجينا كي قلنا خيلا لي ميساجي ديت الحق نقرا غاستيك ولا نتبارطاجا كي تكون فيك واجا شغل ما كنتي تخدم معاك ني العنوان انك ماذا بيا كنتي تفكي غير التيتر ادي جفدن ثوالا خيلا مدن ماشي بيا سالير لي فيو جو كان بيا سالير لي فيو سطور نفدن كنخدم معاها سطور نفدن كي كنت تخدم غير العناوين كي كلي توقع من كلي جبدني كلي من كيني خاطري شغل ما كنتي تفكي غير العنوان باش كان تكشم من خلال ادواجين لا فيديوني اهث ادي غادي راكي كيني ادي غادي تقد واجب ادي فك الرئيس العاجي نا ادي فك اكي كيني واج اندرس في الديوايا ضيس هذا انا فاش كنت تخدمه لي تيتاني كيني كنت نيا والله ديت داك كنت خدمه لا رتي نسقيني من ياس تخدمه قبل تبارطاجي قبل تاكيني من بعد ربي ورحمته كنت نيا جمعه مباركه عليك لي هذا ان شاء الله هاد السياره تدرات من ديتا كيما تعدد لكن كنت هنا اذا خياتي راني وليت لكم بفيديو جديد في الاول قلت لكم راح ندير هكذا قلت راح نبدا معكم روتين ومن بعد طليت هكذا بارازار كون بارازار طليت على الانستغرام ولقيت هذا الكومونتير ماشي كومونتير رسلت لي هكذا رساله نصيه في الانستغرام وقالت لي ليلى شاركي مع لي زابوني تاعك مع متتابعاتك هذه المساله ورجعوا لها بالخبر ان شاء الله راح تعطيوا لها هكذا كيفاش نقول لكم حاجه ولا كيفاش نقول لكم نصيحه وانا ثانيه راح نعطيكم رايي في هذه الامور راح نعطيكم رايي بكل صدق ومصداقيه وعلى حساب حاجه زعما هكذا حوايج عشتهم ولا ما عشتهمش راح نشاركها معكم اذا راح نهضر لكم قبل راح نهضر بالقبيليه والعربيه ولا العربيه قبل باش تفهموني كامل المهم الاخت هذه تتعرض للعنف في بيتها الزوجي الاخت هذه تتعرض للضرب على ابسط الامور وهي ساكته دركا عندها عامين تاع زواج ما عندهاش دراري قالت لي ما عنديش دراري عامين زواج قالت لي راني نتعرض لابسط شغل كيفاش نقول لكم ابسط حاجه راهي تنضرب عليها واش نقول لك انا ربي يكون معاك وربي يكون كيفاش نقول لكم على خاطر دركا نجي انا نقول لكم انا راح نعطيكم رايي انا من نوع ولا العائله تاعي كامل من جداتي ربي يرحمها الخالتي ويما وبنات يما خواتاتي ولا كيفاش نقول لكم كل نحن كامل في العائله تاعنا ما عندناش هذه الظاهره زعما الراجل يرفد يدو على المراه تاعو والى الحق لهذيك المرحله ورفد يدو على المراه تاعو راح نوليو في الطلاق ديراكتومون من جداتي ربي يرحمها جداتي يا اخي كانت في الزمن القديم وقالت لي مالغري هي مسكينه ما عاشتش زعما هكذا بزاف مع راجلها ربي يرحمهم في زوج مع جدي ربي يرحمهم كانوا كامل كيفاش نقول لكم من الجهه تاع الزوج تاعها قالت لي امبوسيبل يقدر زعما هكذا يرفد يده ولا يضربني ولا زعما هكذا كيفاش نقول لكم ولا يعيط عليها بهذاك الصوت زعما
اللي زعما شغل يوحي بالضرب، فهمتوا؟ خاطر حنا بالقبيليه نقولوا نقارن كنيس قبيلتي وين يسوس انا مزون يوث، كي يرفد زعما هكذا نقولوا بالقبيليه اللي زعما هكذا راح يدير لك هذاك الجهد كي شغل ضربك، كي شغل ضربك نقارن كنيس قبيلتي وكي ذا واش نقارن قبيلتي قارن وين يسوس انا مزون يوث. اذا خياتي كل وحده والبيئه اللي تربت فيها والعقليه اللي تربيت عليها، الا لقيتي ماك مسامحه في هذه الامور راح تسامحي اوتوماتيك، راح تسامحي انت تاني. بصح كي تسامحي الا سمحتي في المره الاولى راح تتكرر معك المره الثانيه والثالثه والرابعه، وراح يولي عنده روتين، هذاك روتين شغل نورمال، راكي مسامحاته وكل شيء راح يجي كيفاش نقول لك شغل يجيه نورمال، يجيه نورمال. انا فلو كان زعما جيت انا قلت لكم ان نحن في العائله تاعنا من سابع المستحيلات، من سابع المستحيلات يجي راجل ويضرب مارتو وتسكت زعما وتجوز عادي، مستحيل. ولا زعما ما تخبرش العائله تاعها، راحين يحضروا العمام تاعك، راحين يجيو خوالك، راحين يجيو العائله تاعك، زعما باش تقولي لي راني مقطوعه من شجره هذه امبوسيبل، ما على خاطر ما عطاتليش زعما كامل المعلومات، مستحيل. والاخوات اللي يقولوا زعما لازم الوحده تصبر على جال ولادها على جال هذه ولا على جال هذه، كل وحده والعقليه تاعها. شوفوا انا من نوع اللي ما راحش نصبر مع واحد يرفض يده عليا، ولا سي فري انا نداوس مع راجلين، كل واحد يقول الحاجه اللي زعفاته نداوسو، بصح باش يلحق لدرجه يرفض يده عليا هذه ما تصراش. مام خياتي مام يما مام بابا ربي يرحمه، قلت لكم انا بابا ربي يرحمه كان من النوع اللي قليل قليل، وين تلقاي راجل كيما بابا ربي يرحمه صراحه قليل، ما يرفد يدو على يما، ما شفيناه زعما هكذا داوس مع هذاك الدواس اللي يخليك زعما ما فهم ما نلقاش اكزاكتومون الكلمات، ولا زعما يضربها ولا يعنفها، مالغري هي كانت مقطوعه من شجره، ما عندها باباها، كانت يتيمه من الصغر، فهمتوا؟ واش نقول لكم بالصح، قلت لكم الحمد لله ما عشناش هذوك المراحل، ما عشناش زعما هكذا هذاك العنف الاسري اللي يجي من الجهه تاع الاب. سي فري ما نتضربنا بصح الاب تاعنا لا لا، دائما نخليو كيفاش نقول لكم، دائما خلانا هذيك العفسه نقادروه، نخافوا منه لدرجه ما تصوروهاش. بصح مع جامي جامي زعما زعما هكذا يزقي عليك ولا يضربك ولا جامي. شفت وقيل ضربني خطره وكنا في هذيك المرحله تاع العشريه السوداء، ديجا هو في لابريسيون في الخدمه تاع في الخدمه تاعو، وانا كنت صغيره. المهم كانت زعما كيفاش نقول لكم، كانت العوامل ساعدت كامل زعما البلاصه اللي كنا فيها والزمن اللي كنا فيه ساعدوا هذاك الشيء باش يضربني. كنت صغيره ولو كان تشوفوا زعما عمي واش دالو، كنا قدامه كنا هكذا مع بعض، كنت صغيره كنت هكذا لاج تاع شحال كان عمري، 5 سنين 6 سنين هكذاك، 7 سنين ماكسيموم، 7 سنين ولا 7 سنين كنت نقرا في البريمير، 7 سنين 8 سنين ماكسيموم ما شفاش اكزاكتومون، تلمو ماشي زعما لا نتعرض له هذيك الامور. ولو كان تشوفوا عمي واش دالو، غسلو والله العظيم ربي يرحمه ان شاء الله ويرحم جميع الموتى. قلت لكم حنا تربينا في بيئه ما كاش فيها العنف الاسري، صافي تجيني زعما صعيبه باش نعطيك انا الراي تاعي، على خاطر انا دائما مع المراه ظالمه ولا مظلومه. كاين امور هكذا انا بالنسبه ليا الى غلط يعيط لدارنا، يعيط لدارنا ويقول لي يما، ولا يشكي لبابا كي كان بابا ربي يرحمه، وما يهزش يدو عليا، هذه من سبع المستحيلات. حنا في العائله تاعنا قلت لكم الواحد زعما كي زعما وحده يلحق راجلها يضربها ولا يعنفها ديراكتومون تلحق للطلاق، وتلحق ديراكتومون زعما ماشي زعما انا راح نقول لكم هذا الراي تاعي، هذا رايي تاعي، ما تجيوش تقولوا لي في لي كومونتير انت تخربي البيوت ولا هكذا، كل وحده والعقليه تاعها. وانا نقول لكم الواحد اللي يضرب المره الاولى راح يضربك المره الثانيه والثالثه، ودائما وناس بكري قالوا وليدي كيما ربيتيه وراجل كيما ولفتيه، توالفيه
يضربك المرة الأولى راح يعاود يضربك الثانية الثالثة والرابعة، وروح والدنيا تمشي زعما. وكي تكون هذا رأيي، وهذا رأيي، وعلى بالي بلي بزاف نساء راح يكونوا في الرأي تاعي، وكاين بزاف نساء يحبوا زعما هكذا، انا تحت السيطرة، انا تحت انا ما قلتلكش روحي زعما هكذا تمردي على زوجك، ماشي ما قلتلكش تمردي، بصح كاين حدود لكل حاجة لها حدود. انا ماشي اخصائية، انا ماشي زعما هكذا وما جوش زعما من هذيك المرحلة، بصح انا ردة فعلي لو كان زعما راجلي يرفض يده عليا انا نلحقها للمستحيل صراحة. ماشي موالفه، ماشي موالفه، ماشي موالفه زعما هكذا واحد يضربني، ولا واحد موالفه غير ما تضربني. كي كنت صغيره كانت تضربني، كبرت والله غير كنت كبيره وكانت تضرب فيا، بصح عادي. بصح الجهه تاع الذكور زعما كيفاش نقول لكم، الجهه تاع زعما راجل يضربني ولا بابا ربي يرحمه يضربني، ولا زعما كان خويا هكذا يضربني ولا عمي، ولا ما كاش مستحيل مستحيل نقبلها انا، يا مستحيل مستحيل مستحيل. صافي انا ما نقدرش نمد لك رايي، ما على باليش الحاله تاعك كيفاش راهي دايره. نتمنى من كامل الاخوات راحين يعاونوني في لي كومونتير، ويعاونوا ويقدروا يقولوا لك هكذا. الا شفت ما نقدرش، انا من النوع اللي مستحيل زعما نجي نقول لك الا شفتيه راح زعما يتوب على هذاك الشيء زعما سمحي له، بصح انا ما عنديش كونفيونس في هذه الامور، على خطر على بالي الواحد كي يدير حاجة خطرة مستحيلة راح ينساها هذيك العفسة، وسورتو إلا كان واحد متربي هكذا يشوف باباه يضرب يمه، ولا واحد يشوف زعما كاين بزاف هذاك العنف الأسري، امبوسيبل يكون. ما على باليش والله العظيم نخاف خياتي نهضر في هذه الأمور ونجي نغلط معاكم وتجيو تسبوني في لي كومونتير، وانا مانيش قادره نتحمل. سي جوست بغيت نوصل هذا الميساج هذا تاع هذا الاخت، وحبيت نشاركه معكم، حبيتكم تعطيوا لها رايكم. وكل وحده جازت هكذا بتجربه زعما هكذا، بالك كاين الناس يتوبوا، بالك كاين الناس يقولوا زعما سي بون ما نزيدوش نعاودوا، ومن بعد يشدوا في الكلمه تاعهم. هذه كل واحد ما على باليش والله. تو سيد هذه حدايث وعار ما كاش ديري بون ديغيت نتو تاكيني، خاطر شغل عاميا كيني جو بريفير ما الا زعما ترجع في ابسط الامور، على خاطر قالت لي ابسط الامور انا عامين هذو نحسبهم سي بون شغل ننساهم ديريكتومون ونروح نبدا حياتي من جديد، نروح نعاود نبدا حياتي من جديد. وهاد الامور تاني كيفاش نقول لكم خياتي، شغل دو بريفيرونس بالنسبه ليا جو بريفير نجبد روحي مادام ما عنديش ام ودراري، مادام ما كاش زعما هكذا دراري راحين يكون فيه تشتت في الاسره تاعك. هذا ما كان، هذا واش نقدر نقول لك. الا شفتيه راح يتوب سامحيه، بصح انت كتبتي في 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 كيفاش نقول لك في الميساج تاعك قلتي عامين وهو يضربني على ابسط الامور، انا ما نقدرش نستحمل وازمي غير تخدم مع تحدي وسكي دي فارف لك. كنت نعرف كنت نكونين كاردي ثوا شو تندا وجش وجش زعما غاف فاتي دي وثيمات نغاد ات هاتي شغل ات هذه استخدام كل فيونس وخام الكل كل فاتي رحمه ربي مسكين رجع في ذني يتمس فيها من سوا واجي هذه قمه هضر كي ذم داير قرا كنت تدفذا يثي رحمه ربي في كاين غلي ماج شغل مخاجه في فورغاز، ومن بعد سمين زوجو كلي انت في لي ديفيكولتي مليح كركز انت سي فري الحمد لله هنا كنتي تسقي ما تطوحي تاع رحمه ربي خالتي مام سي خاجي مام شغل تا واش قلت نغوك لي تا واش قلت لنا شغل الجهه راك كيما راك لي ونسعى راه بروبليم كيني ارغز هذه هو الصمت وتيز ونسعى الحمد لله جديد يا رحمه ربي الا دغاغ الجيني نزيك الجيني نزيك يا ركلي يا يعني نثقى كي ما تطوحي تاع رحمه ربي جامي بس دي ونوس يوزف تفلي نغ نغ كي كيني شغل يوكسيت نغ شغل جامزه غورس جام جام صافي يوسكي دي وعار مزيح حاجه مش هاد الساعه ازدا لا ريبونس تاع متوتا كيني والله تغاضي تغاضي ناس تي تبارطاج كاني كي كنت اكون تي تفكر راي ونكني ويتسمت هي لي كومونتير ديال المثال الا كيميني صافي ديريكت تلحق لا فيرو كي كيني يمكن تشد دي فارف لكم تقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله سني يا ربو جاج جوك انا ركازي ودي زرافوسي سفلي اتوغاجي فيرو وجاش سماح وجاش سماح شغل
باش يديني مثالي لا زعما من بعد الساعه راني غلط روحنا فيهن وهن يا خويا انت دي وثن كذو ثغوني يموت الله يرحم من الاخر ماشي ديال الجورني تسامحا ودو في غاره زعما بابا تاع حمار بيت سي في ماغ نا نا كنت تسي كي تهضر خالتي دا نرجس الحمد لله نا كنت تسي خالي دا كيف كيف ما نهضر كي كي سنت شغل تقيد العقل ديالنا وزري غاره كيني توشلت نكون توشلت نكون وي امش نا سيس كي زعما تغرض تغرضي فارو عندي لا تغرضي فارو تغرضي ندما مي باش كنا عايشه غنكيني كلس خاطر فين ضيد عامين انت كي تديا في الحاجه ومسعراج مالنا باش كنا ديال حقو الكازا دي وصمتو سيس نورمال ما تيجي الحاجه كراف تيجي الحاجه كراف تخدم ديال الحاجه يفوحن نغ بون ثورا سيس دي باسي لي ليميت تي شونجي كراف شونج زي غير كاين مي باش كنا ابسط الحاجه تمشي مشيت طحت كانك هذه كانت اثينا توقيني ذا درويش نتي نزمير غير مي مثل يوسف الحاجه دار انا كنت دينا كاين كيش بيض ربي وني وثني وني بيض دعوا دي وسكلت نضا دعوا دي وسكلت نضا صافي جو بريفير هذا جيب دغيا ماني وما دام مقر ساعه غير الداريه وما غادي تحقى واسما سعود داريا غنسدر واش هو كراوي كيف كيف خاطر ماجيني تد كان خنوي تجي لاكي تجي لاكي دوار راهو مير كل تدي قامس في دي قامس في الاماكن يموت انمي دام شي ام شي داريا يعني وانا مشي اصلا تضروخ ام شي راث ام شي ثغرات نفسي تنسن ام لاجيز ما راكم تدي نان كيني ارث قلف كم ثس دوكا راي كنت جاي انا كنت لي كومونتير سي جوست فاغ ادخل معك لا فيديو يا جيني نا كنت دولار كي تدخل مع لا فيديو صحيه كي كنت تخدم معايا في لا روتين نهار الجمعه زعما ان شاء الله في ذكر عاد كي راه تخدم مي فاغ كي نتبارطاجا وكي كي كنت واز دار مس الاخبار كنت قاري جانا كنت نمثي دم شي خدمه اسكت فلوغ انا غادي قيمه انا غادي سفره انا غادي واجه نكيني ثورا غاش ندينا باش كي نسقار مالا ليلى يجيني شغل خطر زاب ليلى انت ديك شمي لي كومونتير ديني خرابه البيوت انا وزرا غاران كيني مين كيني خط كينو زمين غارا مش ميني ما تورض جع في داري تاقجن ما تورض جع في داري تاقجن كيني شي جوست في كيغم دار ايو ما تورض لعب داري في دجن ضغا اثن مي عامين كينا غاش بيضا بيضاين يولف يولف في كذا سام في قارنا كنت جو فغيت زوالا في كذا جو فغيت زوالا عند يوغا جندا شغل حاجه سعنا ما انا غادي تفك كيما ديز في لاساتين كنا غوري شغل ظجمض ولا تخمينا ظجمض فكيني اسيوج غير ما وجاني اسيوج غير ما وجاني واسيوج ما يلو ساعه غير جا مومي ونو ساعه غير فنا ساعه غير ما اسيوج غير خواجي فكيني ما الا ثن الجارث كيف غادي نواجه العقال العقال تا دارت نهار العقال ويدي ساعه جا قال لك كيني ضحى شيخ الجامع عنده ولاش تا دارت سيد روح شيخ الجامع هضره ساعه ثم دي في الحل وزري غير كيني فكي ما ثن الجارث كيف ديريكت روح على الشرع روح على بوليس ديكلاريت الله اخطر ان كينا غوري شغل في زمان حاجه هذا كي تولي مثل كيني ماشي نورمال ان كيني تجي تواجه تجي العقليه وان كيني نا كنت يد الكارد تواش تندا الحمد لله وسعر العنف الاسري صحي ما نتاع كي كيث كاث وكلية خطر بيان سور دي كواردا نخدم وكلي بيتيز مي فافا جامي شغل هذه الحقيقه كيما يوسف فافا شغل كراف نا كنت يدي وثي يوتي كانت اسم مشطوحه شفيغ الا واش استخسار وكلي شغل الا واش يخدم استخسار غاستير كلي ذايا كي انا مسكين الا شغل لا بيريود ني كنا كنت دي لا بيريود كنا ريف يوسد صافي يوسد كان كاش طح مسكين يوسد الكونجي وقال لي بصنا يومين يا نا الا مي كي دس الا دد حند تذكر ربي بس الخير ديال الحمار ربي في الفايده الحمار ربي كويدي مثلا شفيغ يوظف في لاست زراب وجا شي شو سيجا والله لو شو سيجا كوم تلحقات توصل توصل صامت توصل دجعيف كاين فورغاز شغل دجعيف مالغري لا تجاويني يسحقنا هذه ما انت تسوثن ثورا ما الا ماشي مكس يسحقني ماني ما تسوثض في ناس بغيت تدي ماني باش يكونوا انت ديال الجهه كانت مطوط ما الا شي مكس يسحقني ماني ما ندار تسوثض مين كيش بيضا ربي تمطوط ام قران تزوج تاعك جاي الكلي نورمالمون وسلحق داري ماني ما ندار اذا ما تسلحق داك كي قلنا وندا ادي الزف لا مناش باش تسلحق داري ماني ما تسوثض كيش بيضا ربي وين يزرنا تزرنا فوسي سدواني ولفن يتزرف وسي سي توالي تواش ولتي سبل ليا فافاسي كافي ماس نايس سكيز دو نورمال نقا فهمتي ارتقال صغير ارتقال الله اعلم فوالا والله اخياتي شوفوا هاد هاد السوجيات بزاف الاخوات هكذا يجيوني والله العظيم يجيوني دي ميساج هكذا بزاف بزاف حساسين وكي نجي نهضر نكون خايفه انا نكون خايفه على رده الفعل تاعكم وعلى رده الفعل المجتمع بالنسبه للفيديو اللي راح نحطه على خاطر انا سي جوست نعطي لكم الراي تاعي رايي الشخصي
رأيي الشخصي هذا ما كان. وحتى وحده ما راهي، ما انا ما نقدرش نعيش الحياه تاعك، انت تاني ما تقدرش تعيش الحياه تاعي. من الاخر انت ما تقدرش تعيش الحياه تاعي، انا ما نقدرش نكون في بلاستيك. بصح انا مديت لك الراي تاعي، ونتمنى من الاخوات يمدوا لها الراي تاعهم. بالنسبه لي انا، شوفي مع العائله تاعك وشوفي مع اهله، بالك تلقاي كاش واحد، بالك تلقاي كاش واحد زعما هكذا يقدر يدير لك حل في العائله تاعو ولا في العائله تاعك، خالك عمك بابك خوك. الى ما لقيتيش شوفي العقل هكذا من العائله كبار، طرحي هذاك الموضوع. الى لقيتي كل الابواب مسدوده، كاين العداله في البلد تاعنا والحمد لله. من الاخر ماني محاميه، ماني زعما، انا انسانه عاديه كيما انتوما كيما اي وحده هكذا. هذا ما كان. نتمنى فقط ما تكونوش زعما هكذا خذيتوا فكره غلط عني باش تقولوا زعما انا ما على باليش، انا نخاف من لي كومونتير. شوفوا لي كومونتير دائما هكذا، هذاك هو الراي تاعكم، كل واحد هو الراي تاعو. بصح نخاف نكون زعما هكذا، بالك انا اللي ما رانيش نورمال. بصح بالنسبه ليا انا ما نقدرش، مستحيل 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 ابدا. نقدر نقول لكم كل الكلمات اللي تعبر عن كلمه مستحيل. مستحيل هذه الامور انا ما نسمحش فيها، والعائله تاعي تاني ما تسمحش فيها. قلت لكم هكذا، الواحد كي يروح شغل كي يتهجم على المراه تاعو، اول خطا راح نتكرر هذيك العفسه وراح تتعاود. انا ما نقدرش نسامح، وسمحوا لي فقط خياتي، هذا هو رايي تاعي. نتمنى انكم تفيدوها في لي كومونتير وتعطوا لها الراي تاعكم، وان شاء الله هكذا ربي يحن القلوب. هذا مكان، وان شاء الله كل راجل هكذا، كل راجل راح يعرف واش عنده هكذا في البيت تاعو. كما قلت لكم خياتي، ان شاء الله كل واحد هكذا يكون عنده زوجة تاعو، الابنة تاعو، امه، اخته، كل واحد هكذا يتعرض زعما يبين. الرجولة ماشي في هذا الشيء، الرجولة ماشي في هذا الامر، والله العظيم والله العظيم. الرجولة ماشي زعما كي تضرب مرتك ولا تعيط عليها ولا زعما تعاملها بهذيك العفسة تاع زعما شغل انا راجل، ماشي في هذا الامر والله العظيم. بالنسبه ليا ماشي هذه الرجل، كي غوريتي حدايا ماشي تسقي تسير بزاف، ماشي تسقيني، ماشي تسقي ذركز، ماشي زعما موثه كي ذركز نا بري ميك مي صديق ديوك لا با دي صار من دنيا خطر حمزه كي ما خطر تسمع زي كذا. وشوك المباراه، شو راجعك وشوك المباراه، ثرف دافوزي كيف لي ما ما كيدير في دافوزي يسهر، ماشي حد جوار نتفاصلوا كيني نعرف كنت دوقي ضرايو. ثاني لم تسجل كنت وين باش كي هذا تسوي مثل الدين يظل في لي نكيني تسجل نكيني وزمي عارف تتغيما لي ونعرف كنت تكاد ديت واش قلت ندا بابا الحمد لله ماشي ذل جورني وفي عد ساعة وكل يكو جيوني ساعة مكاني ستايمة وحدوس يسيس وحدوس مقارن وحدوس اجمس وحدوس نساعة وكاراين ناغت نيو كاراين ناغت قرا كنت تجور وقيني. ان شاء الله يفي فثنوك يديس، ان شاء الله هذه اذر فثنوك الطبيعه يجيني داير هكا. ايوا شويه شحال والله تفرغ لك واش كنتي دينا. الى هنا خياتي نقول لكم تهلاو في روحكم في والديكم في ولادكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى انكم راح تمدوا لها كامل هكذا ميساج هكذا، ميساج هكذا في لي كومونتير وترجعوا لها، هي راح تقراهم كامل. قلت لكم كانت تبكي في لي ميساج تاعها، صافي باينه بلي راهي مضرره. هذا ما كان. الى هنا خياتي نقول لكم باي باي، مع السلامه، الى فيديو اخر. هي كاي سمع كنت نصحى على مثل ما كنت داري، انا كنت الوالد كنت ان شاء الله هزت فيكم توك راهي كنت، وان شاء الله هزديني توك لي كومونتير اشو زعما تخدم كي كيني اشو زعما زعما اكا لا سوليسيون سي ام فامي مي هزت فيكم تحكي كي زعما اينها ثلاث اتي سولاجين شويه. باي باي اسماء، ارتيكل 2 ان شاء الله.